ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي مشاهدين برنامج همسات مضيئة، ومعانا همسة جديدة وفقرة جديدة هنتكلم عن المعاهد الأزهرية. يعني الأول هحب أرحب بضيفتي أستاذة إسراء حسن، مديرة معهد وادي النيل الأزهري الخاص. أهلا بحضرتك يا أستاذة أهلا إسراء. بيك يا دعاء. طبعا أستاذة إسراء هي ما شاء الله وسنها صغير بس هي مديرة المعهد. في البداية يا أستاذة إسراء، عرفينا ليه في الآونة الأخيرة الإقبال على المدارس في اللي هي المعاهد الأزهرية قل؟ هل بسبب عدم وعي أولياء الأمور إن أنا مثلا مش هودي ابني معهد أزهري المواد كتير وكده، ولا يعني علشان الجانب الديني هما مش مهتمين بيه قوي؟ يعني تفتكري ليه هما مش مهتمين بالجانب الديني، ولا عشان المواد الدراسية كتير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال انا شغلي وعمل يعني في المعهد، طبعا انا بيقابلني وبيصادفني ناس كتير جدا بتبقى مثلا عايزه تحول، بتحول. طب يا جماعه انتوا بتحولوا ليه؟ اصل القران، اصل القران تقيل، اصل احنا مش قادرين ان احنا نحفظ القران، مع ان هو اساس الدين. يعني هو طبعا الاساس، هو اساس الدين، هو اساس الحياه، هو اساس كل حاجه، هو اصلا اللي بيساعدك على التربيه. ما فيش اي حاجه تانية هتساعدك على التربيه. انا ولادي في مدرسه عام وبجيب لهم حد محفظ قران بيحفظهم، فيعني ده الفكره. وبعدين هم كمان بيعملوا اصلا غلط فادح، يعني ان هم بياخدوا مثلا سي ان احنا عندنا جزء واحد من القران، بياخدوا يوم جايين في وقت الدراسه يوم حاطين الجزء ده كله ان هم يحفظوا. طب ما انتوا عندكم الاجازه، ممكن احنا نحفظ جزء، يعني حبه صغيرين في الاجازه ممكن نحفظ حبه حبه حبه. فهم بيشوفوا ان دوت لا ده تقيل علينا. ومع ان اصلا يعني عايزه اقول لك ان هو اصلا المرحله الابتدائيه بتاعه الازهر اصلا هي بس بيبقى زياده القران. يعني احنا زينا زي التربيه والتعليم نفس المواد، نفس المواد، مفيش اي طب حاجه. الفهم الخاطئ اللي عند اولياء الامور ان هي مواد كتير وكتب كتير وكده، هي نفس المواد، هي نفس المواد، مفيش اي زياده عننا عن التربيه والتعليم غير بس غير بس القران. والقران كمان يعني انا من خلال انا تواجدي في المعهد، من خلال 10 سنين تواجدي في المعهد، انا بشوف ان هو ان انت بس ترتليه فدي حاجه كبيره. يعني ان انت بس مجرد ان انت ترتلي القران دي حاجه كبيره في حد ذاتها. يعني وما شاء الله الطفل كان بقى عنده يعني استوعاب اكتر من يعني الناس الكبيره، يعني أكيد. هو ممكن يقدر يحفظ اكتر من اي حد كبير، بس فدي هو مش الامر مشكله. ما بيساعدكيش على دوت، يقول لك لا اصل الحاجات كتير. مع مش ان كلهم، يعني في مثلا بنسبه 60% ناس تقول لا انا هودي ابني معهد ازهري خاص، يعني برضو يعني هيتعلم كويس معهد خاص برضو أزهري ويحفظ القرآن. يعني أنا أكيد. برضو بهتم بالجانب الديني فأحب أن أنا أوديه معهد خاص أزهري. طيب برضو أنا كولية أمر، أنت تقنعيني أن أنا أدخل ابني معهد أزهري خاص ولا العام؟ إيه الفرق ما بينهم؟ الأزهري العام طبعا بيبقى يعني الأعداد متزايدة فيه شوية، بيبقى يعني احنا عندنا الخاص بتبقي عارفه كل طفل ايه نظامه. يعني انا عندي في المدرسه ببقى عارفه كل طفل فعلا، يعني بتبقى ولي الامر كده بتبقى ماشيه قدامي بقول لها على فكره بنتك النهارده عامله كذا وكذا وكذا، كل حاجه. طب بتبقى استاذه كل اسراء حاجة. نكمل معانا مداخله هاتفيه. استاذه شيماء، الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذه شيماء؟ اهلا بحضرتك، ازيك عامله ايه؟ اهلا بحضرتك، الحمد لله. ازيك يا ميس اسراء؟ الحمد لله، ازيك يا شيماء؟ الحمد لله تمام، منوره. ربنا نورك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. استاذه شيماء، قولي لنا بتتعاملي ازاي مع الاطفال في تحفيظ القران؟ احنا اول حاجه عندنا الولاد ليهم كذا طريقه. طبعا احنا بما اننا معهد ازهري فزي ما ميس اسراء قالت بنبقى عارفين كل طالب، عارفين دماغهم، عارفين عقلياتهم، عارفين الاهل مين يقدر يراجع مع الولد في البيت او الطالب ومين ما يقدرش يراجع. احنا كدورنا في المدرسه لازم بنبقى حاطين نقط على الحاجات دي، ان تمام. الولاد لازم يكونوا خارجين من المعهد او من الحصه بتاعتهم على الاقل بيعرفوا يقراوا، على الاقل يقدر الطالب يقوم ويقرا الايات دي وحافظين مثلا بنسبه كبيره. بنكرر الايات كتير جدا، يعني حافظين بقرا انا بصحح بالتلاوه وتجويد وتمام. تمام. بعد كده الطالب يقرا ورايا كذا مره، بعد كده يقوم يقرا لوحده. تمام، اللي هو مثلا كل يروح طالب البيت يقرا مثلا مرتين ثلاثه يبقى حفظ الصوره خلاص. لا مش صوره، احنا بناخد كميات. يعني احنا القران عندنا في المعهد كل يوم حصتين او ثلاثه، فهو تمام. كل يوم بياخد قران، فكل يوم بياخد كميه او جزئيه، خمس ايات ست ايات على حسب منهجه. تمام. بيبقى عندنا خطه منهجيه يعني ماشيين بيها، فالكميه اللي بياخدها هو ده اللي بيقعد يحفظها في الفصل. تمام. في طريقه ثانيه ان انا ممكن اكرر الطالب كتير وبعد كده امسك الطالب اللي بعده اكررها كتير واللي سبته يحفظها.
وارجع له تاني اسمعها له. طيب يا استاذه شيماء، يعني عايزين نعرف برضو انت اكيد طبعا بتحفظي الاطفال بالتجويد ولا بتحفظيهم قراءه عاديه؟ لا لا طبعا لازم تجويد، القران ما ينفعش غير بتجويد. طبعا. اللي بيقرا قراءه عاديه ده معلش احنا مش بنقرا جورنان جورنان، قراءه معينه مثلا ربنا حفظ او ورش تعالى نزله على سيدنا محمد اشرف الخلق، ما ينفعش ان انا اقرا كده. يعني ده واجب عليا وفرض عليا ان انا اتعلم التجويد عشان اقدر اقرا القران. جميل ما شاء الله. بتعلميهم بقراءه ايه؟ بحفظ هي كلنا حفظ. القراءات الثانيه دي بتبقى اجتهاد، لكن الازهر لا بيعلم حفظ. جميل ماشي يا استاذه شيماء، وشكرا على اتصالك. نكمل بقى يا استاذه اسراء، انت قلتي لي ولي الامر انا بقنعه ان هو يدخل ابنه مدرسه خاص عشان معهد ديني خاص عشان بيبقى يعني يبقى فيه اهتمام اكتر. انت بتبقي برضو يعني عينك على الاطفال اكتر واخده بالك منهم اكتر. فعلا تمام. ازاي بقى؟ كل حاجه يعني ببقى عارفه نفسيه الطفل، نفسيه الطفل نفسها او نفسيه الطالب. ببقى عامله الواجبات انظامها، حضرته ما حضرتوش، الغياب. بنتابع مع ولي الامر كتير جدا جدا. الطفل بقى ما بيحفظ قران وبقى فيه مثلا الورد بتاعه بيحفظه كده، هل انتوا بتشجعوه؟ بيبقى في وسائل ترفيه؟ في حفله اصلا مخصصه اسمها حفظه القران، في حفله اصلا مخصصه لحفظه القران اصلا. يعني بتبقى عباره عن ايه مثلا؟ بتبقى شريط كده مكتوب عليه حفظة القرآن الكريم بتاعي اللي انا ما اديتلكش الصور بتاعتها، حفظة القرآن الكريم كده. وبنشغل بندي شهادات تقدير وبندي هدايا وبنصورهم. هو جميل ان انتوا بتشجعوا الاطفال في السن ده ان هم يحفظوا القرآن. طيب الحفلة دي مثلا بتعملها لهم كل قد ايه مثلا بتشجعوهم؟ كل 3 شهور يعني مثلا كل بس. هو في تشجيع اصلا، هو في تشجيع اصلا على طول يعني. مجرد هي اصلا يعني مش ما كانت قالت لحضرتك يعني، مجرد ان احنا ما هي تيجي المدرسين بيجوا يقولوا لي او انا بخش الفصول وبلاقي ان في ولاد فعلا حافظين، انا من نفسي اصلا بهادي وبتلاقيني ان احنا بنوزع هدايا. بعيدا عن الهدايا والحاجات دي كلها، اصلا القران لوحده يعني حاجه يكفي ان هو بيتدخل في ان هو يربي مع ولي الامر. طبعا يكفي ان هو بيتدخل في ده. طبعا يعني الاطفال زمان اللي هم كانوا بيحفظوا القران في حاجات اسمها الكتاب وحاجات زي كده، فكانوا الاطفال كانوا ما شاء الله مهتدين مش زي دلوقتي خالص. لا والله يعني دلوقتي اذكى جدا. مش قوي، مش كلهم. لا والله اذكى مننا دلوقتي، دول فظاع. فعلا. بس انا بحبهم كلهم على فكره يعني، ربنا يخليهم لاولادهم. انت صغيره جدا على مديره يعني، عرفيني بداتي امتى؟ تبقي مسكتي اداره المعهد الازهري امتى؟ انا خريجه سنه 2019. خريجه ايه؟ خريجه تربيه رياضه اطفال سنه 2019. جميل. يعني انت اصلا عندك خلفيه عن الموضوع. 2019 وبتاع دوت، ومسكت المعهد بعد، هو اصلا مسكت المعهد بعد ما اتخرجت، بس ما كنتش انا الاساس يعني. وبدات بقى، بدات لان انا اصلا كنت حابه من وانا طفله صغيره، كنت حابه حته التربيه والتعليم دي قوي يعني، ان انا اربي واعلم والكلام ده، وكنت بقعد اصحح كراساتي وانا صغيره وكده. طب احنا معانا مداخله هاتفيه، استاذ محمد عوض. الو، هو موجه تقريبا. موجه ازهري. استاذ محمد عوض اهلا بحضرتك. الخط قطع، اتصل بينا تاني يا استاذ محمد. تمام. كملي بقى يا استاذه اسراء. الاداره، انت بداتي اداره من امتى؟ من 10 سنين تقريبا. وكنت قبل كده كنت برضو متواجده في المعهد، لان انا حابه اصلا المجال ده جدا، وحابه ان انا ابدع فيه، حابه ان احنا نطور اكتر، ان احنا يعني ان هم يعني الاخطاء اللي انت شفتيها معاكي في تعليمك انت ما تعديهاش تاني عليهم. يعني فدوت ده كان الهدف بتاعي، ان انا مش عايزه الاخطاء اللي هم اللي انا شفتها ان هي تعدي تاني عليهم هم. طيب انت بتعملي ايه مثلا؟ بتقدمي ايه في معهد وادي النيل الازهري عشان تبقي مميزه عن باقي المعاهد الازهريه الخاصه؟ ايه اللي بيميز معهد وادي النيل الازهري، وخصوصا ان هو ليه تاريخ يعني عريق؟ ايه اللي بيميزه؟ المعهد اولا فيه مدرسين متخصصين في جميع متخصصين في جميع المواد، ما بنختارش اي حد يعني، بنختار ناس متخصصه، ناس كلها القراءات بتاعتها متميزه. وخصوصا كمان على فكره اللي كان بيشدد قوي بقى في الموضوع دوت في الاونه الاخيره الازهر، كان بيشدد جدا ان هو عايز ناس متخصصه بس
في في يعني ما يكونوش هو اللوجو بتاع المعهد تقريبا. ودي الحفلات جمال ما شاء الله الله اكبر. الصوم والصلاه دي الحاجات يعني. الطفل ده بيصوم مثلا ولا لابس ليه؟ لا دوت دي كانت اركان الاسلام الخمسه، فكل واحد لابس عن لابس عن الصوم اللي يعني هو شخصيه الصوم يعني. بيقول عن الشخصيه دي ما شاء الله. كملي بقى، اول صور بتتعرض على الشاشه، كملي لي بقى يعني ايه اللي بيميز معهد وادي النيل الازهري؟ بيميز معهد وادي النيل الازهري ان احنا عندنا مدرسين متخصصين في جميع المجالات، جميع المواد الدراسيه، انهم متخصصين. ان انت المعهد في تقدري ان انت في اي مشكله ان انت توصلي على طول للاداره على طول يعني. والاداره جميله برضو، عارفه في اداره بتبقى رخمه كده لكن الاداره لطيفه. لا هم بيوصلوا لي على طول يعني. بيوصلوا لي بسهوله جدا يعني، على طول بيوصلوا يقدروا ان هم يوصلوا على طول المشكله بتتحل. على فكره دي مشكله كبيره جدا. مثلا انا عندي لو في مشكله في المدرسه مثلا لحد من ولادي، ان انا اروح للمدير دي، فعارفه بتبقى خطوه صعبه. فبالنسبه لعندكم ان الاداره سهل ان انا ادخل واقول مثلا ملاحظه او شكوى. ساعات انا كمان يعني عايزه اقول لحضرتك ان ساعات اولياء الامور مثلا يقول احنا قلنا لميس فلان، اقول لها طب انت قلت لها ليه؟ ما هي المشكله ما اتحلتش بطريقه صح، لا دام انت قلتي للمدرس على طول. انت المفروض ان انت تيجي الاول تقولي يعني، لا دام مشكله تيجي توجهيني تقولي لي والله ده في مشكله كذا كذا كذا، ساعتها والله المشكله ما اتحلتش يبقى انت ليكي، لكن تروحي للمدرس على طول لا انت مدرسه هتصطفوا بقى مع بعض انتوا الاثنين. فهم يقدروا ان هم يوصلوا لنا بسرعه جدا. جميل. حضرتك قلت لنا الفرق ما بين المعهد الازهري الخاص من المدارس العام بقى، يعني عايزين نعرف الفرق ما بين المعهد الازهري الخاص والمدارس العام اللي هي العاديه خالص بتاعت الحكومه. زي بالظبط المدارس هي نفس المنهج، نفس المنهج هي وهو تمام. بس احنا سوين، لا في اختلاف في معاهد ازهريه اللي هي بتبقى عربي خالص يعني. عربي وبياخدوا الانجليش اللي هو المستوى اللي هو كتاب الوزاره تمام، اللي هو كتاب الوزاره. لكن في معاهد ازهريه نموذجي، المعاهد الازهريه ديت بتقدم كتاب اللي هو هاي ليفل او يعني مستوى اكتر شويه من العادي تمام. بتبقى الانجليش بتاعها اقوى شويه. في طبعا لغات بقى دي حاجه ثانيه، دي كله انجليش كله انجليش. احنا المعاهد بتاعنا زي النموذجي اللي هو الانجليش بتاعه عالي يعني. جميل. يعني كاني مدخله اولادي مدرسه لغات بلس حفظ القران زائد القران اللي هو بيحفظه. المفروض ان هو بيختم. احنا نموذجي يعني. زي نموذجي احنا عندنا الانجليش مستوى رفيع. لا احنا الانجليش بتاعنا مستوى رفيع، لكن ما عندناش ما بناخدش ساينس وماث، بناخد ممكن في كيجيز لكن فوق لا. كويس جميل. الطالب مثلا بيحفظ القران بيختمه في سن كام او في عمر كام؟ الثانوي. ما شاء الله ما يقدرش ان هو يختم. اكيد بتبقى فرحه كبيره ان طالب في الثانوي كده وختم القران، بتبقى فرحه جميله اكيد. انا عايزه بس الناس تاخد ان القران مش فكره ان القران ان احنا بنحفظه بس، لا انا يهمني ان انا احس القران، استشعر بالايات. عارفه والله جمال الايات. تخشي لما انت تخشي على المدرسين هم بيشرحوا للاولاد القصص بقى بتاعت سبق مثلا، والقصص بتاعت سيدنا يوسف وسيدنا يوسف والحاجات دي، والمدرسين بيشرحوا تحبي ان انت تفضلي قاعده مش عايزه تطلعي من الحصه والله العظيم. انا من ده احنا ككبار تخيلي بقى ما بالك الاطفال الصغيرين. الاطفال بيبقى عندهم يعني عايزه اقول لحضرتك سنه سته بيبقوا قاعدين يعني عارفه اللي هو مستنيين اللحظه دي اللي هو اللي هو قاعدين منتبهين جدا. لا انت ما بتشوفهمش اصلا منتبهين في العلوم وفي الدراسات وفي الانجليش بالمنظر ده، لا هم بيبقوا منتبهين جدا جدا جدا. بتبقي انت عايزه والله مش عايزه تطلعي من كتر حلاوه التجويد والقران اللي هم بيقراوه. ويعني فدوت يعني انا يهمني اكتر ان هم يعني يرتلوا القران. وعلى فكره الازهر برضو بيحاول في النقطه دي جامد. يعني بيحاول ان هو يقلل العبء بتاع الناس كلها عماله تقول قران القران القران، مع انه والله العظيم يا دعاء انا عايزه اقول لك ان المدارس العاديه اللي هو العادي لما احنا نيجي ندخل عادي بيبقى فيه الانجليش. انت انا عندي انجليش كتاب يعني مثلا كتابين، عند في العادي اربع كتب، وتلاقي ولي الامر يقول لك طب الانجليش، طب ما انت عمال بتعافر على الانجليش، طب والقران؟ يعني القران لا طبعا، يعني انا شايفه ان القران هو الدين والدنيا والاخره يعني. طبعا طبعا. بالنسبه للمصاريف الدراسيه بتبقى مثلا يعني مرتفعه ولا مقارنه بالمدارس الخاصه اللي هي الخاصه العاديه؟ لا المصاريف عندنا مش مرتفعه مقارنه بالمربع بتاعي، لا مش مرتفعه. المصاريف عندي على اربع اقساط،
جميل حلو قوي. كمان يعني عايزه ما بتضغطوش برضو ولي الامر. لا لا احنا بنسيبهم على فكره، عايزه اقول لك يعني براحه يعني بنسيبهم نديلهم فرصه والله العظيم ان هم يعني ايه اللي بيبقى عنده ظروف او حاجه بيقدم طلب وما فيش اي مشكله عادي. بتبقى مثلا في حدود كام مصاريف معهد وادي النيل الازهري؟ هي الاساسي عندي 3700، ده بالنسبه ل ده السنه ولا القسط؟ لا استنى بجد وتقسطي اربع اقساط؟ لا ده من غير شفتي بقى شفتي بس والله انت ما شاء الله انت مروقه الناس خالص مدلعه اولياء الامور مدلعين اولياء الامور. لا جميل ما شاء الله. 3700 دوت ابتدائي، كي جي 3500 ده طبعا بخلاف الزي والكتب والملازم، دي حاجه طبعا بره الموضوع دوت. معهد وادي النيل الازهري عندك كم مستوى تعليمي؟ عندي كي جي طبعا بيبي كلاس وكي جي وابتدائي، وان شاء الله باذن الله قريب اعدادي بنات باذن الله ان شاء الله. هو المعهد مشترك ولا بنات وبنات بس؟ مشترك ولاد وبنات؟ لا الاعدادي هو اللي هيبقى بنات بس. لكن الاطفال مشترك عادي. هم لسه اطفال برضو ابرياء. ابرياء فعلا. تعالي عندي يوم انا اوريك البراءه اللي في لا ده في كل مكان على فكره. عايزه اعرف من حضرتك يا استاذه اسراء الرساله اللي بتوجهيها للمدارس العام، يعني بالنسبه لماده الدين ما فيش اهتمام عليها برضو ما بتضافش للمجموع فبتخلي ان الطفل او الطالب ما بيذاكرهاش، انت بتوجهي رساله ايه مثلا لمدرسين الدين في المدارس العام؟ ده اصلا ده السيستم بتاع التربيه والتعليم من زمان اصلا، ده سيستمنا حتى احنا كنا كده، كنا الدين ما كانش عليه الرك الاساسي يعني. فده هو ده كان سيستم اصلا التربيه والتعليم من البدايه. بس يعني طبعا هو لو احنا عايزين جيل كويس وصالح هنبتدي طبعا بان الدين دوت يكون هو الاساس، مفيش اي حاجه تانية تبقى قبله. يعني لما هيكون الدين هو الاساس يعني حتى لو حتى عمل حاجه غلط، اصل احنا كلنا معرضين للاخطاء ومعرضين لكل حاجه، لو حتى عمل خطا بيرجع للدين طبعا، بيرجع للقران، بيرجع لحاجات تانية يعني. طبعا يعني احنا بنوجه رساله لوزير التربيه والتعليم ان احنا نهتم بماده الدين يا سياده الوزير أكيد. ونضيفها للمجموع عشان الطالب ان هو يضطر ان هو يذاكرها أكيد. يعني الطالب بيركن ماده الدين دي بيذاكر كله بيركن الماده دي خالص. طبعا عندكم بقى في الازهر طبعا دي نمبر رقم واحد طبعا. حتى عندي القران والاحاديث النبويه احنا الصبح اصلا بنبتدي في الصبح خالص بنبتدي بادعيه وادعيه الصباح وادعيه المساء، دي الصباح يعني جميل. بعد كده لازم الاذان يقدم في المدرسه، صلوا بقى وكده طبعا لازم ان احنا نقدم في المدرسه. اصلا القران عندنا اصلا محطوط هو اول حاجه، يعني هتلاقيه في كل الحصص هو اول حاجه، مفيش حاجه بعديه ولا حاجه قبليه، هو الاول لازم هو يكون اول حاجه، اول ما تفتحي يومك هو القران يعني. جميل. فان شاء الله باذن الله ربنا يجعلنا قلوبنا دايما عامله بالقران باذن الله يا رب. امين. طبعا الاطفال بقى مع التكرار حفظوا الاذكار ويعني حفظوا السيستم اللي هم ماشيين عليه كل يوم. اكيد طبعا تمام اكيد. بس انا بحب اغير على فكره، ما بحبش برضو السيستم اللي انت تصبحي فيه هو لا، يعني بحب برضو ان انا اغير لهم شويه، نعمل فان داي، نعمل حاجه جديده. جميل يعني برضو التغيير مطلوب. اكيد طبعا. للاسف وقت حلقتنا خلص يا استاذه اسراء، وان شاء الله نبقى مع بعض حلقات كتير ان شاء الله. واعزائي المشاهدين انتظرونا في حلقه جديده من برنامج همسات مضيئه، والى اللقاء.